تحقيق معاني الحق والعدالة والأمن والإصلاح. اللهم احفظ مشايخنا وبارك لنا فيهم وانفعنا بعلمهم وسمتهم وبارك في أعمارهم. شكرا لكل إمام مسجد كان له الفضل في صلاح الأمة، وكل الشكر والتقدير لجميع أئمة هذا الوطن الحبيب العزيز، وخاصة أئمة ولايتنا دون استثناء. المرافق لهم من السلطات المدنية والعسكرية، كل بمقامه وجميل اسمه واسمه. السادة المشايخ الفضلاء، الحضور الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن في هذا اليوم المبارك نعيش ونحيي اليوم الوطني للإمام، هذا اليوم العظيم الذي أقره السيد رئيس الجمهورية تخليدا لذكرى فضيلة الشيخ سيدي محمد بن الكبير قدس الله سره. يعتبر حلقة في سلسلة الذهب المتصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحضور الكرام، لا يخفى عليكم جميعا دور الأئمة والمشايخ في تاريخ أمتنا المجيد. فمنذ أن وطئت أقدام المستثمر أرضنا الحبيبة إلا وحملت. أما المحطة الرابعة فكانت في مدينة التي أسس فيها مدرسته الأولى، وكان طليعة طلابه تجار مدينة تيميمون حينها. كان يقوم بتدريسهم صباحا ويدرسهم العلوم الإسلامية بحسب سنهم ومداركهم العقلية. تخلل هذه المحطات أعمال بشر رحمه الله، صرح ديني وعلمي بدأ ينمو تدريجيا، متخذا من المسجد والمدرسة وهالا احتضن الطلبة من كل أنحاء الوطن ومن الخارج، خاصة ليبيا، مالي، النيجر وموريتانيا. احتوت المدرسة في عهده في بعض الأعوام ما يربو على 1200 طالب في نظام تربوي داخلي وخارجي. وقد انتهت إلى الشيخ رحمه الله رياسة العلم من المذهب المالكي ابتوى، وعليه بنى أسس تدريسه وسعى إلى نشره وتطبيقه. آخذا من كل قصر وبلدة وولاية زهرة سقاها برحيق مذهب أهل المدينة، فكان طلبته سفراء أسسوا دعائم الوسطية والاعتدال والتعليم والإصلاح أينما حلوا وارتحلوا، وأقاموا للعلم مدارس هي اليوم عابرة بفضيلة ترسم مسارها وفق ما رسمه الشيخ من منهج للتعليم والتدريس، وفي صمت عديم النظير بعيدا عن الأضواء شعاره ادفن وجودك في أرض الخمول. فواتن المعهد الإسلامي لتفويض الإطارات الدينية، ففي عام 1964 للميلاد أنشأت وزارة الأوقاف معهدا إسلاميا بالجنوب الجزائري، واعتبرت مقره مدرسة الشيخ سيدي محمد بن الكبير، وجيء بالأساتذة من مصر وبعض الأقطار العربية، وعينت الشيخ مديرا له، متحملا شعرا وجوب ذلك عليه تجاه الوطن الذي خرج من الاستعمار حديثا. كان الطلبة الملتحقون بالمدرسة قال الكريم، وكان الشيخ رحمه الله يرسل به إلى قسم من أقسام تحفيظ القرآن، والتي كان يشرف عليها أبرز بواكه طلبته الذين انتقاهم لمساعدته وكلفهم بالتزام ما رسمه معلما للتحفيظ والتثبيت والمراجعة وتعلم مبادئ. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. لكن حين يموت الإنسان يموت وهو الشيخ وهو العالم وهو الذي يعني بلغت يعني سمعته وبلغت شهرته الآفاق. فالإنسان حين تتكون شخصيته وتتكون مرتبته ويكون له الذكرى الطيبة ويكون له السمعة التي انتشرت في الآفاق. ولذلك العلماء خاصة في السابق لم يكونوا يعرفون عن تواريخ ميلاد العلماء، خاصة أنه في ذلك الوقت تاريخ لم يكن مهتما به إلى هذه الدرجة إلا في العصر الحاضر. صلى الله عليه وسلم إلى اختيار أفضل الناس لهذا المقام العظيم، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم، وقال في الحديث الآخر: يؤم الناس أقرأهم بكتاب الله. سلم دائما أبدا على حبيبي.
دين ضعيف جدا، ذلك في القرن العاشر الهجري. ففي القرن الحادي عشر الهجري فأخ جاء برجلين اثنين ربما الزمن تفاوت، جاء بسيد حاج يحيى وهو شريف من أصول مدينة فاس بالمغرب وسكن توات، ثم جاء به إلى الميعاد كمعلم القرآن وكإمام للناس، وجاء به أيضا الطالب محمد وهو والد ولد فرج وليعد شيخنا الحاج عبد القادر من احد ذريته واحفاده. كان ذلك في 1586 وتوفي 1649. استحاق هاوس معلوم انه كان من ولد سنه توفي سنه 1660 التي ينظر اليها، وكان ذلك يعني الان مفقودا، لا اعرف حتى ان اولاده لا يعرفونه، لكنه كان موجودا في الثمانينات فقد وقد رأينا هذا الكتاب لكن لا نعرف أين. توفي رحمه الله سنة 1982 بالمنيعة ودفن بالمنيعة. الرجل الآخر أيضا الشيخ العلامة سي محمد بكراوي الملقب عندنا بالمنيعة السي عالمي، الرجل الوحيد الذي يطلق عليه السي عالم هو الشيخ محمد بكراوي، وهو من زاوية سيد البكري، نجل سيدي محمد بالبكري وهو معروف، قرأ مع الشيخ سيدي محمد الكبير عند الشيخ أحمد ديدي في طمنطير، ولد سنة 1915 يعني. وهذا الرجل في حدود 34 دخل المنيعة، قصد الزيتونة في سنة 36 وكان هناك، وقد شارك ممن شارك في إضراب الزيتونة عام 36. نحن نعرف جميعا أن المستعمر الفرنسي في تونس أراد أن يفرض التعليم في الزيتونة باللغة الفرنسية، وقع إضراب طاولة الزيتونة، وكان من بين المشاركين في الإضراب هذا الرجل سي محمد العالم. ثم بعد ملاحقات في سنة 1944 دخل من الزيتونة وذهب ناحية سعيدة ومشرية ودرس عام هناك القرآن الكريم، ثم يرجع إلى المنيعة سنة 45. فهناك تفرغ لدراسة وتعليم القرآن بمسجده، ولما اندعت الثورة انضم إلى صفوفها مسبلا محرض الناس ومشجعا لأن قد الاستعمار يحاربهم. ولذلك ولد سنة 1916 بالزاوية الرجانية من أهل الرجان بأرض الأرض، وصل إلى المنيعة 1932 عمره 16 سنة. لازم الشيخ محمد علام وكان معلما القرآن لأولاد المسلمين وكان مختصا بعلم المرات، فالرجل الذي كان الفرقي في علم المراث كان هذا الرجل. سافر إلى قسنطينة في أواخر حياة الشيخ عبد الحميد بن مديس، لعله أدرك ختم التفسير سنة 1932، لأنه في هذه الفترة في 1000 كتب بيده عدة مصاحف، يوجد مصحف كامل مكتوب بخط يده، نسخة منه موجودة معروضة في مكتبة فورهام، ولو عدة مصاحف قد كتبها، يقال أنه سبع مصاحف كتبها، لكن هذا قول فقط روايات شفهية. الموجود عندنا مصحف كامل في مدرسة فرين. توفي عام 69 وكان خبيرا بعلم التوثيق وعلم الميراث. زوارة محمد المهدي السنوسي، زوارة هذا رجل من ولد سنة 1913 بمنطقة فزان الليبية، وصل للمنيعة أواخر الثلاثينات من القرن الماضي، تتلمذ على الشيخ محمد علام المتوفي 1943، وخلف علام في إمامة المسجد العتيق والتعليم القرآني. طبعا كان عاملا عند أسرة آل علام، ثم تتلمذ عندهم، ثم أصبح خليفة للشيخ ناده في إمامة المسجد هنا. ولعلنا شيخنا سيد الحاج عبد القادر كان خطيبا بالمسجد وإماما خطيبا ومعتمدا عندما كان الرجل معلم القرآن أو كان مجاوبا، فهو يعرف معرفة شخصية، لأن شيخنا الحاج عبد القادر كان خطيبا بالمسجد والإمام الزواربي كان معلم القرآن هناك. توفي سنة 82 1900 بمدينة سبها الليبية، وقد حضر جنازته الكثير وذهب كثير من زملاء العلامة العالم الشيخ الجليل الكبير الفقيه
السياسي المجاهد الشاعر الكريم الحاج عيد حجاج بن حاج مد المولود 1931 بالنعم تتلمذ في حفظ القرآن الكريم ومبادئه على الطالب الحب. تحصل على إجازة التعليم في المدرسة الفرنسية عام 47 وعمره 16 سنة. أجازته السلطات الفرنسية لأن يكون مدرسا في المدارس التربوية باللغة الفرنسية. فهو رجل دين ويتقن الفرنسية إتقانا ممتازا، ربما حتى هو كان أنه يصحح لبعض الفرنسيين لغتهم الفرنسية بسعة اطلاعه في هذا الموضوع. انتقل إلى الشيخ مولاي أحمد الطاهري بإقليم توات، فهناك تتلمذ على يديه، وكان ذلك وراء 47، يعني في حدود 48-49 ألف سنة. أجازه الشيخ مولاي أحمد في العديد من مؤلفاته. رجع إمامته ولا إمامه وخطابة المسجد العتيق بالقصر القديم، ثم انتقل إلى مسجده بأولازيب. كان مكلفا في معركة التحرير بكتابة مناشير وتوزيعها وقت الثورة، مما جعله ملاحقا من طرف المستعمر، والجهاد هو مشهود له بذلك. من أعمال الرجل خدمة البخاري في النعاوة، وهي سنة حميدة، والآن هي في طبعتها ربما 20 أو قريب من ذلك. توفي رحمة الله عليه سنة 1995 وعمره 64 عاما. الرجل الثالث وكان في الوطنية من باب الصورة، أنه لم يقتنع بأن الصورة جائزة، لذلك لم نصط إلا صورة صغير السن، أما الصور الكبيرة لم نجدها. الرحمن شيخنا ولد سنة 1933 بدردول وقروت، يعني في أرار. جاء لمنع سنة 62، عمل في عدة مساجد ليعين أخيرا وقد عينه شيخنا الحاج عبد القادر الحينك حينما كان معتمدا تابعا لولاية الأغواط، عينه إماما بمسجد الشريف سنة 76. فكان رجلا أديبا متواضعا مخلصا في تعليمه القرآن الكريم، وتخرج على يديه الكثير من أهل الفضل وأهل العلم. كان متبصرا أعمى في آخر عمره بعد مرض العقاب، وكان فوريا فصيحا. هو نجل الحاج عبد الرحمن وهامدي، ولد سنة 48. كان السبب، رحل إلى حاشي مسعود، وكان السبب في بناء أول مسجد بحاشي مسعود سنة 69. الرجل بعد أن فقد بصره وأصابه مرض سرير انتقل إلى العاصمة رفقة بعض المحسنين الحاج محمد الحجاج، فهناك اشتغل أيضا بالدعوة، فبني مسجد بابن طلحة، وقد اجتمع حوله جمع غفير، وقد توفي رحمة الله عليه 87 وحضر جنازته جمع غفير. من أبناء الدعاء ولد 57، تتلمذ على يد سي عبد الرحمن التكريم وسي أحمد محامي. كان عصاميا بجهده الخاص، حفظ القرآن الكريم، تفقه في الدين وتعلم الأساس منه. تنقل في عدة مناصب إدارية. سنة 89 عين مدرسا للقرآن الكريم. أنشأ مدرسة خاصة، مدرسة خالد الوليد. تخرج على العديد من إطارات الشؤون الدينية من أئمة، ومنهم معتمد الشؤون الدينية حاليا الذي هو متقاعد من التربية، ولد سنة 49. رجل فاضل خلوق، تفرغ للعمل الخيري والتضامن، له بصمات شهيدة في بناء المساجد والمدارس القرآنية. من المؤسسين رفقة الشيخ علي عبد الخالق، هو من المؤسسين بختمة طالب محمد، وكان هو يعني سنواني تعاون في إنشاء هذه السنة الحميدة بين الشيخ